نمشي عن كان في المتناول اللي حافظ راه يجي داك الشيء ساهل يعني راه في المتناول ديال الجميع وكنتمنوا النجاح لجميع التلاميذ ديال المغرب وجميع التلاميذ شويه شويه الحمد لله شويه كيفاش كانت الاجواء الداخل؟ كانت اجواء على ما يرام يعني سميتو كان الاساتذه قام بالمهام ديالهم غير التلاميذ اللي كانوا خصهم فهمتي يحطوا هذاك الشيء اللي عندهم فهمتي كيفاش كانت الاسئله؟ الاسئله كانت في المتناول بالنسبه لي مراجع بالنسبه لي ما مراجعش حاجه اخرى فهمتيني دابا انت يعني بعد سنين التوقف من الدراسه ودابا جيتي انك تجتاز الامتحان كيفاش كان الاحساس ديالك؟ الاحساس زوين هو فهمتي كان بلاد وجاي كيقلب على شي شهاده فهمتي باش يكبر على راسو من هنا لقدام فهمتي هو هادشي اللي كاين الاجواء كانت مزيانه هو داكشي اللي حطوا لنا كان في المتناول ولكن بيني وبينك الدريه اللي راه كتجيني هذه اللي دوزات معايا كتجيني ولكن ما عقلاتش عليا الله ما عقلاتش عليا ما عقلاتش عليك حاج بنت لها معمر الورقه فهمتي قلت لها معمر الورقه صافي ويطلع مني ولكن الحمد لله داكشي كان مزيان كان مزيان كانت مشاركه كان شويه الزيار تقريبا واحد 90% ديال الزيار كانوا طالقين لينا في السلام فهمتي السلام اللي كتدخل كتسلم بالنسبه انت يعني درتي باك ليبر ياك داير باك كيفاش الاحساس ديالك وانت جيتي كتعوض الباك اخويا اش نقول لك ما احساس ما والو ياك على الزعمه واه صراحه كان عندنا كيفاش كانوا عندنا حظوظ زعما وكان عندنا الجو اللي نقراو فيه ولكن اخويا العقل ديك الساعه ما كان الاجواء اليوم الاجواء داخل المركز الامتحان تري ديفيسيل علاش حيت كان الحراسه مشدده سبيسيالي في هذه المؤسسه هذه علاش ما كاع المؤسسات الاخرين كاينين مدارس المؤسسات الاخرين ما كاينش الحراسه بزاف اما في هذه المؤسسه هذه حاصينا مزيان يعني حراسه مشدده اكثر من القياس كاع يعني اللي عندك عطي ما عندكش ارجع الله مش جام يعني عارف شي حاجه غديرها في ورقتك ما عارفاش تخرج يعني الامتحان يعني في المتناول ماشي زعما كاين ماشي ديفيسيل ماشي فاصل يعني بينو بين الحمد لله كيفاش دوزتي داكشي مزيان الحمد لله كيبان لك ان عندك حظوظ الحمد لله جسباب كنتمنى ان شاء الله كناش معولين على النقله والنقله اصلا في القسم ما كايناش وفي المستوى العربي وكنتمنى المواد الاخرى حتى هما يدوزوا بحال هكا يعني دوزت مزيان مزيان الحمد لله يعني كيبان لك ان عندكم حظوظ ان شاء الله شويه ما غنقولوا حظوظ تنكملوا الوطن انا سعيد دوزت يوم الامتحان ديال البكري كانت واحد الاجواء زوينه تبارك الله كانت حراسه مشدده الاساتذه تبارك الله دايرين الواجب ديالهم لا المدير تبارك الله الاستاذ البيوي كلشي صاحب الواجب ديالو على قد ما نوجد التلامذة حتى هما كانوا في المستوى كلشي خايط يعني خايدين بعين الاعتبار ما كاينش ديك الخش هنا في مثلا الغش ولا هذا ما كاينش كلشي خايدير الاحتياطات ديالو والحمد لله دازت اجواء زوينه يعني كنا يعني مرتاحين خدامين بواحد الارتياحيه مزيانه بالنسبه للسؤال بكل صراحه يعني انا بعدا تفاجات لان كما قلت لك الزميله ديال الدراسه ديالي لان سعاد هي ام يعني ام كيفاش كنتي تفرقتي ام كيفاش تفرقتي بين الخدمه وبين تربيه ابناء وبين الحفاظه الحمد لله ملي كتكون عندك واحد الرغبه واحد الطموح باغي توصل ليه راه كتعاني ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله غتدير الباك سعاد نتمناو